بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم مرحبين أيضا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. السلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. استبشر المواطنون وكذلك المقيمون وأيضا استبشر الجميع بخروج خادم الحرمين الشريفين، ولله الحمد، وقد من الله عليه بالصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سلامة دائمة وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية لكي يخدم هذا الدين وهذه البلاد المباركة والإسلام والمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة عليه وعلى الجميع. هذا الاستبشار معالي الشيخ صالح بارك الله فيكم، ماذا يعني هذه الفرحة لدى المواطن ولدى المسلم بشكل عام، وكيف نعيش هذه الفرحة ونشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا جميعا بهذه البلاد المباركة بخيرات كثيرة، منها الأمن والصحة وهذا الخير الوافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقول بشرك الله بالخير كما بشرتنا بشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه سالما معافى. الحمد لله رب العالمين، فإن كل نعمة فمن الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وإن خروج خادم الحرمين الشريفين من علاجه معافا مشفيا لأعظم نعمة، أو من أعظم النعم على هذه الدولة وعلى هذه البلاد، فهو قائدها وإمامها، وقد رأت منه الخير الكثير والمشاريع النافعة. وكل مسلم في هذه البلاد وفي غيرها، لأن خادم الحرمين الشريفين لم يقتصر خيره ونفعه على هذه البلاد، بل شمل المسلمين في كل مكان. وأعظم ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين خدمة الحرمين الشريفين وتهيئتهما للحجاج والزوار، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونسأل الله أن يعينه ليواصل أعماله الجليلة. آمين. وأن يمد في عمره على خير وعمل صالح، فهذه بشارة عظيمة. وإذا فرح المسلمون في داخل البلاد وخارجها بهذه النعمة فليس ذلك بكثير، وهو فرح في محله، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بفضل الله ورحمته، ومنه ما حصل لخادم الحرمين الشريفين من هذا الشفاء وخروجه سالما معافى، هو من فضل الله، وهو مما يفرح به المسلمون. فنسأل الله أن يمد في عمره، وأن يمده بالصحة والعافية، وأن يعينه على ما يقوم به من مصالح المسلمين، إنه سميع مجيب. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح وبارك الله فيكم. نحن معكم أيها الأخوة والأخوات. معالي الشيخ عبد الله صالح بارك الله فيكم، هذا يقول في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يسأل بارك الله فيكم عن الهداية وضوابط الهداية، وكيف يحقق المسلم هذه الهداية من خلال عمله ومعتقده في الله سبحانه وتعالى. هذه الآية نزلت في
ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على دعوة عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويحميه من أذى قومه. فلما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وإلى النطق بالشهادتين ليموت على ذلك، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده حضرة سيئة من المشركين، قالوا له: وترغب عن ملة عبد المطلب التي هي عبادة الأوثان؟ فالرسول كرر عليه وكرروا عليه أن لا يستجيب للرسول وأن يبقى على دين آبائه لئلا يجر عليهم مسبة بزعمهم. فمات وهو يقول على ملة هو على ملة عبد المطلب. فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب له الهداية ويحب الهداية لكل البشر، ولكن لعمه خاصة في مقابل ما أسداه من حماية له، فإنه يحرص على أن يموت على الإسلام وأن يدخل الجنة. ولكن الله عز وجل لم يقدر هذا، بسبب أن أبا طالب آثر الحمية الجاهلية لدين آبائه واجبه، فالله جل وعلا حرمه من النطق بالشهادتين بسبب أنه هو حرص على الحمية الجاهلية لدين آبائه وآثر ذلك على الإسلام. الله جل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية على نوعين: هداية البيان والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، فإن الله بين وأرشد الخلق لعبادة الله وحده لا شريك له من أجل سعادتهم ونجاتهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والنوع الثاني هداية التوفيق، هداية التوفيق وهي هداية القلوب، فهذه إنما يجعلها الله لمن يقبل الحق ويقبل عليه، فإن الله يهديه نظرا لحرصه على الخير وحرصه على الهداية، الله يوفقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهو أعلم بالمهتدين، الذين يستحقون هداية التوفيق والثبات على الحق. نعم، أحسن الله إليكم سماحة معالي الشيخ، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: حرمان الوالد لأحد أبنائه من الميراث عقابا له، هل يجوز؟ هذا لا يجوز، حرام شديد التحريم، لا يجوز لأحد أن يقطع وارثا من ميراثه. قد جاء في الحديث أن من قطع وارثا من ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. هذا حق للوارث، لا يجوز لأحد أن يقطعه، وهو حكم الله جل وعلا وحد الله، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولا يجوز التلاعب بالمواريث وحرمان بعض أهلها لأي سبب من الأسباب، لأن هذا حق أعطاه الله إياه، فلا يجوز لأحد أن يقطعه وأن يمنعه منه. ولو كان مسيئا إلى والده، ولو كان مخطئا في حق والده، فلا يجوز للوالد أن يقطع ميراثه، والله يعوض الوالد عما حصل ولا
يجوز للوالد أن يتصرف ولا لغير الوالد أن يتصرف في المواريث بحرمان بعض الورثة وزيادة بعض الورثة على ميراثه أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: من كلف بدورة دراسية لمدة 6 أشهر تقريبا، هل له أن يقصر أو يجمع حفظكم الله؟ إذا أقام في بلد الدراسة إقامة طويلة تزيد على 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع، لأنه أصبح مقيما وانقطعت في حقه أحكام السفر، هذا مذهب جمهور أهل العلم، فلا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر، فإن فعل فصلاته غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: من فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد ووجدهم أو وقد حضر وقت صلاة العصر وأقيمت الصلاة، هل يدخل معهم بنية العصر أم بالظهر؟ يدخل معهم بنية الظهر، لا مانع أن تصلى صلاة خلف صلاة أخرى، فيدخل معهم بنية الظهر، فإذا سلم من الظهر قام وصلى العصر بعدها. نعم. وإن صلى الصلاة الحاضرة العصر وبعد ذلك صلى العصر؟ جمهور أهل العلم على أنه لا تصح صلاته، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. نعم. ولا يسقط إلا في حالتين: إذا نسي الترتيب وصلى، والحالة الثانية إذا خشي خروج الوقت، إذا خشي خروج الوقت وقت الحاضرة، إذا خشي خروج وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة. نعم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال جابر من منطقة عسير، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. الله يعافيك. وياك. عندي سؤال طال عمرك. نعم. حجيت سنة من السنوات الواحد وأكملت الحج كامل مفرد طبعا، وكان معي رفيق قال سوي عمرة، رحنا طال عمرك أحرمنا من الميقات اللي على خط المدينة منورة. نعم. ورجعنا سوينا العمرة، وأنا أنوي هذا اللي حجيت له. و تنويها للي حجيتها له؟ نعم. وطفت طال عمرك وسعيت وبقي علي شوط وتعبت فطلعت ولا عد أكمل، وش علي يا شيخ؟ لا، ما تمت العمرة وقد أحرمت بها، يلزمك إتمامها، يلزمك أن ترجع إلى مكة وأن تؤدي السعي. أنت قصرت في السعي أو الطواف؟ السعي. لا، في السعي واحد شوط واحد بس. أي يلزمك الرجوع وإكمال وإعادة السعي من أوله، لأنه فات الترتيب وفاتت الموالاة، فتعيده من أوله وتقصر من رأسك بعده لتكمل عمرتك. إذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة يجب عليك أيضا أن تذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم. الله يجزاك خير. بس حياك الله، شكرا لك يا أخ جابر، بارك الله فيكم. نعود بارك الله فيكم للسؤال الأول في هذه الحلقة، عندما تحدثتم عن عدم الوالد عندما لا يورث الولد وتحدثتم عن ذلك وأجبتم، لكن هذا يسأل يقول: أيضا من عاداتنا أو من عادات القبائل عند بعضنا في اليمن أنهم لا يورثون المرأة، ما حكم ذلك؟ الحكم لله، ما هم لأهل اليمن ولا لغيرهم. الله ورث المرأة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وحرمان النساء وحرمان الصغار من الميراث هذا من سنة الجاهلية، هذا من سنة الجاهلية، كانوا لا يورثون الأطفال ولا يورثون النساء، فجاء الإسلام وأبطل هذا وجعل الميراث للكبار والصغار وللنساء بحسب شروط الإرث، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في المواريث. نعم. أحسن الله إليكم. معنا فلاح من وادي الدواسر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. في ارتداد. سم سؤالك يا فلاح. عندي سؤالين يا شيخ. هاتهم جميعا، تفضل. أول ما بقى يا شيخ، أنا مقعد طول العمر وأقرأ قرآن، ولا ممكن ملابسي فيها وصاخة بول، الله يكرمك وكذا يا شيخ، وإيش ما الحكم؟ طيب والثاني؟
والثاني هل الرجل يتزوج بنت عم امه ولا لا؟ شكرا لك، تفضل يا شيخ. نعم، اما السؤال الاول وهو انك تقرا القران، هل تقرا القران عن ظهر قلب ولا من المصحف؟ راح فلاح. اذا كان يقرا القران عن ظهر قلب فلا مانع ولو كان على غير طهاره. نعم. اما اذا كان يقرا القران ويمس المصحف مباشره فلا بد من الطهاره، لا بد من الوضوء. واما السؤال الثاني وهو ياخذ الرجل بنت عم امه، لا مانع من ذلك أن الرجل يتزوج بنت عم أمه. نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول بعض الناس أو بعض النساء والرجال من جرت اليمين على لسانه بغير قصد، هل يعتبر يمين أم تدخل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ يشترط في انعقاد اليمين أن تكون بقصد، أن يقصد عقدها، أن يقصد عقدها، فإذا جاءت على لسانه من غير نية الحلف فإنها ليست بشيء وهي من لغو اليمين. قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وجاء في التفسير هو قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض كلامه وهو لا يقصد اليمين، ليس فيه شيء. نعم، أحسن الله إليكم. يكثر عند بعض الناس الحلف سواء صادقا أو كاذبا، ما حكم ذلك؟ لا يجوز التهاون بالحلف لأنها يمين بالله عز وجل، وقد يقتطع بها حق امرئ مسلم، وقد يترتب عليها أضرار، فلا يجوز أن يحلف بالله إلا وهو صادق، ولا يجوز الكذب في اليمين، ولا يجوز الإكثار من الأيمان. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ومن الكذب في اليمين الذي يحلف على السلع أنها سيمت كذا أو اشتريتها بكذا وهو كاذب، لأجل أن يروجها ويرفع قيمتها على الزبون، هذا حرام ولا يجوز له وهو آثم على ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فلا يجوز للمسلم أن يتهاون باليمين، وإنما يحلف عند الحاجة ويحلف وهو صادق. نعم، أحسن الله إليكم. معنا الأخ سعد من الطائف. ألو. نعم، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام، تفضل. مساء الخير يا شيخ. حياك الله. أول شيء الحمد لله على سلامة والد الجميع، نسأل الله عز وجل أن يمتع متاع الصحة والعافية، آمين، وأن يجمع لنا ما بين الأجر والعافية، آمين. والله يجعل الناس للحق والدين والضعفاء والمحتاجين. سؤالي الله يبارك فيك يا شيخ، نهى الرسول عليه السلام عن صيام يوم الجمعة، فاللي يصوم متعمد هل يعتبر منكر؟ هذا واحد. ما يجوز أن يصوم يوم الجمعة مفردا، أما إذا صامه مع غيره فلا مانع، لكن إفراد يوم الجمعة بالصيام هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك يا شيخ، لو جاء، أنا سمعت شيخ يقول لو جاء رجل للمسجد والإمام يصلي صلاة العشاء وهو ما صلى صلاة المغرب، في وينتظر يلهى في المسجد شوي لين تفوت ركعة، ثم يدخل مع الإمام يصلي ثلاث ركعات، الترتيب الركعات هي في فرقية يعني، لأنه المغرب تصلي ركعتين وثم في تشهد هم تجيهم تقوم تجيب ركعة، وفي واحد من إمام العصر هذا شيخ فاضل ونثق فيه ونحب الله مثلكم بارك الله فيك، يقول أنه في اختلاف النية والكيفية، أنه ما يجوز تدخل بنية رجل يصلي الظهر وأنت تدخل هو يصلي العصر وأنت تدخل بنية الظهر، ما يجوز أنك تصلي منفرد المغرب وتدخل مع بنية العصر. طيب، شكرا يا سعد، بارك الله فيك. شكرا يا سعد، تفضل. أما الدخول في الصلاة خلف صلاة أخرى كصلاة الظهر خلف العصر، هذا الصحيح أنه لا بأس به، هذا لا بأس به، وقل لهذا الإمام وفقه الله أن الصحيح خلاف ما قال، يجوز أن تصلي الظهر خلف العصر لا مانع من ذلك. وأما
أنه ينتظر حتى يفوت ركعة في صلاة المغرب ثم يقوم يصلي ثلاث، فلا يجوز له هذا، يدخل مع الإمام في أول الصلاة، وإذا صلى ثلاثا يجلس في الرابعة، لا يقوم معه في الرابعة، يجلس ويأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. ننتقل إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا السائل يقول: كيف يكون التوسل بدعاء بعض الناس الصالحين؟ أن تطلب منه أن يدعو الله لك، تطلب من الرجل الصالح وأخيك المسلم أن يدعو الله لك بقضاء حاجتك، هذا هو التوسل بدعاء الصالحين، كما توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني في الاستسقاء، يعني بدعائه، وإننا نتوسل، يعني بعد وفاة الرسول قال: وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فهذا هو التوسل بدعاء الأحياء، يشترط في الصالحين أن يكون حيا حاضرا يسمع كلامك ويجيب. نعم. طيب الشيخ بارك الله فيكم، ما هو التوسل المنهي عنه؟ التوسل المنهي عنه التوسل بذوات الصالحين أو بجاههم أو بأعمالهم، أعمال الغير، لا تتوسل بأعمال غيرك، إنما تتوسل بعملك أنت. وأما أنك تدعو تطلب من أخيك الصالح أن يدعو الله لك فهذا لا بأس به، وليس توسلا بعمله، هذا توسل بدعائه. نعم. أبو وليد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم، تفضل. جزاكم الله بالخير. يا شيخ لو تكرمت، أنا عندي سؤال. أي نعم. عندي خالتي لها شقة عندنا في نفس البيت تسكن معنا، فزوجها توفى، تقدر أنها تطلع مثلا من شقتها تزور أمي أو تطلع عندي مثلا فوق في نفس البيت؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني بالنسبة لمواعيدها بالمستشفى، هي يعني امرأة يعني تحتاج مساعدة اللي يطلع معها ويروح يجي معها، فبالنسبة لمواعيدها المستشفى فترة هو إحدادها الآن، تقدر تروح المواعيد ولا لازم بعد فترة الانقضاء؟ شكرا. نعم، حياك الله، تفضل. نعم، كلا المسألتين لا بأس به، يجوز لها أنها تطلع أو تنزل للشقة التي فيها قريبتها وهم في عمارة واحدة، لا بأس بذلك، لأنها في حكم المنزل الواحد. وكذلك المسألة الثانية، وهي إذا كان لها مواعيد في المستشفى وتحتاج إليها وعليها ضرر إذا تخلفت أو تركتها، فإنها تخرج لها بقدر الحاجة وترجع إلى بيتها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة للاستخارة في الزواج، ما حكمه وما هي صفته؟ الاستخارة في الزواج وفي غيره، إذا هم بالأمر ولا يدري هل هو في صالحه أو لا، فإنه يدعو الله بدعاء الاستخارة بعد ما يصلي ركعتين، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بالدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان في هذا الأمر، ويسميه فيه خير لي في عاجل أمري وآجله إلى آخره، فإنك تيسره لي إلى آخر ما جاء في الدعاء، هذا هو المستحب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أفتونا مأجورين، امرأة توفي زوجها وهو هاجر لها منذ 20 سنة، ولم يأتيها ولم ينفق عليها، مع أنه ساكن في نفس الحي الذي هي فيه، ولم يطلقها ولكنه متزوج غيرها، فهل يجري عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟ نعم، ما دامت في ذمته فإنها يلزمها ما يلزم المتوفى عنها من العدة، عدة الوفاة والإحداد عليه، ولها ميراثها منه، لها ميراثها منه، لأنها ما زالت زوجة. نعم،
أحسن الله إليكم. معنا اتصال محمد من أملج، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. شيخ أنا أسألك، أنا رمضان اللي السنة الماضية والسنة اللي قبلها أفطرت بدون عذر ولا قضيت الصوم. طيب في سؤال آخر؟ السؤال الثاني، صيام يوم عاشوراء، أنا صمت يوم واحد وهو يقول لك يوم قبله ويوم بعده، هل يجوز صيامي ولا ما يجوز؟ طيب شكرا يا محمد. سمي نعم شيخ. أما بالنسبة للقضاء فأنت أخطأت في تأخير القضاء، الواجب أن تقضي ما عليك قبل رمضان الجديد، وما دام حصل الأمر وأنك أخرته إلى ما بعد رمضان فإنه يلزمك أمران، أولا القضاء، وثانيا إطعام مسكين عن هذا اليوم الذي أخرته. وأما رمضان الذي لم يأتي بعده رمضان آخر فهذا تقضي اليوم الذي أفطرته مع التوبة إلى الله، لأنك تقول توبت من غير عذر، عليك أن تتوب إلى الله وتقضي هذا اليوم. نعم. وعاشوراء صام يوم واحد؟ هذا أقل، هذا أقل ما ورد، لو صام يوم قبله يكون هذا أعمل بالسنة. نعم. هذا يسأل يقول الدعاء على من ظلمني هل يدخل في أن المنهي عنه الاعتداء في الدعاء؟ هذا ليس من الاعتداء في الدعاء. نعم. إذا كان ظلمك حقيقة، ولكن الأولى والأفضل ألا أن تعفو عنه وألا تدعو عليه، وتنتظر يعني حقك في الآخرة أو يعوضك الله خيرا منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم، كثر في الآونة الأخيرة عدد من الناس ممن يفتون بفتاوى وهم ليس من طلاب العلم ولا هم من المشايخ، ولكن عندهم علم أو معرفة أو سماع عن ذلك، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، والفتوى ليست لعوبة، الفتوى مهمة وهي قول على الله جل وعلا وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله حرم هذا أو أباح هذا، أن الرسول حرم أو أباح، فهذا تقول على الله وعلى رسوله، فلا يجوز لأحد أن يدخل في الفتوى إلا عن علم وبصيرة ومعرفة بالأدلة، وهذا شأن العلماء ما هو شأن المتعالمين أو الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، هذه أمانة، لا يجوز للإنسان أن يقحم نفسه في الفتوى وهو ليس من أهلها، وأيضا يغرر بالآخرين ربما أنه يوقعهم في الخطأ ويكون هذا بسببه وفي ذمته، مع أن العالم الذي عنده استطاعة للفتوى الأولى ألا يدخل فيها إلا عند الضرورة، إذا لم يكن هناك من يتولاها غيره فإنه يتقي الله ويفتي بحسب ما يظهر له من الأحكام الشرعية بأدلتها. نعم. معنا اتصال من عرعر، الأخ حمود. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. أولا نحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، نتمنى أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية. آمين. ونحن نحمد الله على ذلك ونسأله أن يزيده من الصحة والعافية وطول العمر على خير. آمين. يا رب. تفضل يا حمود. سؤال يا فضيلة الشيخ، أريد توجيه نصيحة لبعض أئمة المساجد هداهم الله، يوجد كثيرا أو بعض من أئمة المساجد غير محافظين على الصلوات، يوجد تقصير كبير يعني بالحفاظ على الصلاة، وهم يعتبرون قدوة لجماعة المسجد. شكرا يا حمود. يا أخي هذه أمانة حملهم الله إياها، إما أن يقوموا بها على الوجه المطلوب ويأموا المصلين ويرفقوا بهم ولا يتأخروا عنهم، وإما أن يتركوا الإمامة لغيرهم، فلا يجوز له أن يستثمر المسجد، يأخذ راتبه ويسكن في بيته ولا يقوم بالواجب، هذا حرام عليهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بالأمانة التي تحملوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض له مرض أو عذر يقتضي تخلفه عن صلاة بالناس فإنه يأمر من يصلي بالناس، يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس ولا يترك الناس، فالإمام
إذا عرض له عذر فإنه يوكل من يقوم عنه بالإمامة ممن هو ثقة ومحل الثقة، ولا يترك الناس هكذا يأخذ راتب المسجد ويسكن في بيته ويترك الواجب عليه، هذا حرام عليه، ولا يجوز لجماعة المسجد أن يسكتوا عنه، بل عليهم أن يناصحوه فإن اعتدل، وإلا بلغوا عنه الجهة المسؤولة عن المساجد لتستبدله بغيره. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما الفرق بين الوقف والهبة؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالوقف لا يملك ولا يباع ولا يوهب، وأما الهبة فهي تبرع الإنسان بشيء من ماله لغيره لأن يملكه إياه، والموهوب له إذا قبض الهبة يتصرف فيها كسائر ماله. نعم، أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال. أبو عبد العزيز من الرياض. نعم، السلام عليكم. السلام. عندي سؤال جزاكم الله خير. تفضل. عندي والدي كبير في السن، عمره فوق 80، يذهب إلى المسجد، المسجد يمكن مسافة 100 متر، ولكنه أحيانا يطيح في الطريق وهو رايح أو هو راجع، ويتأثر من الطيحات هذه، يعني طاح عدة مرات، فما أدري نخليه يصلي في البيت ولا إيش تفتينا فيها؟ طيب، في سؤال آخر. سلامتك، شكرا. شكرا يا أبو عبد العزيز، تفضل يا شيخ. إذا كان يمكن يذهب معه أحد، أنت ولا غيرك من إخوانك، تحتسبون الأجر وتذهبون معه وتساعدون، فهذا واجب عليكم وعليه أنه يصلي في المسجد. أما إذا لم يوجد من يذهب معه وعليه خطر أنه يسقط ويتأثر ويتضرر، فهذا عذر له في أن يصلي في بيته. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله من منطقة عسير، يسأل عن الوصية، ما حكمها وما صيغتها؟ الوصية على نوعين. نعم، الوصية الواجبة وهي إذا كان عليه ديون وحقوق للناس، أو عنده ودائع للناس، أو له حقوق في ذمم الناس ليست موثقة، فإنه يوصي بذلك ويبينه لئلا تضيع هذه الأموال وهذه الحقوق من بعده. وأما الوصية الأخرى، النوع الثاني، فهو التبرع بشيء من ماله بعد موته في سبيل البر في حدود الثلث فأقل، يعني يوصي بالثلث فأقل بأن يصرف في أعمال البر من بعده. نعم، نعم. معنا اتصال عبد الله من سدير. نعم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير، حياك الله عبد الله، تفضل بالسؤال. عندي 3 أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، عندي الوالد والوالدة الله يحفظهم سافروا خارج المملكة 10 أيام وجمعوا وقصروا، هل في ذلك شيء؟ طيب، والسؤال الثاني. السؤال الثاني، عند السفر وحلت صلاة العشاء أو أذن العشاء وأنا مسافر، هل يجوز أني أصلي داخل المدينة ولا أنتظر أطلع برا البنيان عشان أجمع المغرب والعشاء وأذن وأنا داخل المدينة؟ طيب، والثالث. السؤال الثالث، هل يجوز قراءة القرآن في المصحف، مو في المصحف، في جهاز الجوال من غير وضوء في جهاز الجوال؟ طيب، شكرا لك، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. الوالد. نعم. الوالدان سافرا 10 أيام ويقصرون ويجمعون، إذا كانوا ما استقروا في بلد يتنقلون فلا مانع من القصر والجمع، أما إذا كانوا استقروا 10 أيام في بلد وهم يعرفون هذا فهم أخطأوا في الجمع والقصر، ولكن نظرا لأنهم يجهلون هذا الأمر فنرجو أن الله يعفو عنهم، لكن لا يعودون لمثل هذا. نعم، يقول: إذا كنت في حان السفر ودخل وقت صلاة العشاء، هل أصليها أم أصليها في البلد الذي أصل إليه وبركعتين؟ إذا أذن المؤذن وأنت في البلد ما بعد سافرت أو في بيتك، فإنك تصلي الصلاة الحاضرة في وقتها ومع الجماعة ثم تسافر، لأنك ما زلت مقيما، ولا تؤخر الصلاة حتى تخرج من البلد وتقصرها، هذا لا يجوز، لأنها وجبت عليك تامة في البلد، حتى لو صليتها خارج البلد يجب عليك إتمامها. نعم،
بعض الناس يعتقد أو يعتبر بارك الله فيكم أنه إذا ركب سيارته وهو في المدينة يعتبر أنه خلاص بدأ السفر. ما بدأ السفر إلى أن يخرج من عامر البلد. نعم. إذا خرج من عامر البلد بدأ السفر. نعم. يسأل سؤاله الأخير، هل يجوز قراءة القرآن الكريم في الجوال بدون وضوء؟ نعم، لأن الجوال ليس مصحفا. الذي يحرم هو مس القرآن يعني المصحف بغير وضوء مباشرة، أما الجوال فهذا ليس مصحفا، فالذي يقرأ فيه حكمه حكم الذي يقرأ عن ظهر قلب. نعم. محمد من الرياض تفضل بالسؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول الشيخ عندي سؤالين. الأول، الوالدة حج وعند رمي الجمرات يوم العيد تقول كانت ترمي من بعيد، فما تدري هل وصلت الرمية للمكان المطلوب ولا لا. طيب ما تدري. والثاني؟ الثاني طال عمرك عمرة، فصافت من الرياض، صفنا من الرياض على جدة، توضينا في جدة وبعدين رحنا لمكة وصلينا المغرب، وبعد المغرب كانت الله يكرمكم لابسة شراب الجوارب، فكت الشراب وبعدين أخذ العمرة، هل خلع الجوارب أو الشراريب في مشكلة من ناحية العمرة؟ شكرا يا محمد. نبدأ بالسؤال الثاني يا شيخ، لابسها الجوارب الأول. الأول سم الوالدة عند الجمرات ترمي لكن غير متأكدة هي وصلت الشخص أو لا. إذا لم تتأكد أو يغلب على ظنها أنها وصلت الشخص هي غير صحيح، رميها غير صحيح، يجب عليها فدية بدل الرمي، تذبح فدية في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. اعتمرت عليها لبس الجوارب. الجوارب لا بأس بها للمرأة، تلبس الجوارب وتلبس ثيابها العادية وتحتجب كمال الحجاب عن الرجال، إلا أنها لا تلبس البرقع على الوجه ولا تلبس النقاب ولا أو النقاب ولا تلبس القفازين على اليدين، جوارب اليدين الكفين لا تلبسهما وهي محرمة، يحرم عليها هذان الشيئان فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحمد سعيد يقول، لدي بنت توفي زوجها في منطقة الرياض ولا يوجد معها منه أولاد، فهل يجوز لي أن أخذها لقضاء العدة في بيتي في جنوب المملكة؟ لا، تبقى في بيت الزوج حتى تكمل عدتها. نعم. معنا اتصال أبو خالد من جدة، تفضل. السلام الله عليكم. وعليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة طال عمرك. ما شاء الله، تفضل. السؤال الأول، في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، السؤال ما معنى الصلاة في هذا الحديث؟ السؤال الثاني، هل المشي إلى المسجد على السيارة يعادل أجر المشي على القدمين؟ السؤال الثالث، هل إذا تصدقت عن والدي يصلني أجر برهما؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا شيخ. سم تفضل يا شيخ. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على الصف الأول. على الصف الأول. نعم. الذي يعرف يصلون على ميامن الصفوف. يصلون على ميامن الصفوف، لا أدري هل فيه رواية أنهم يصلون على الصف الأول، لكن معنى الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومعنى الصلاة من الملائكة الدعاء له والاستغفار له. نعم. يقول أنه هل أجر المشي إلى الصلاة إلى المسجد على السيارة كأجره على الرجل؟ إذا كان يقدر على المشي فالمشي أفضل من الركوب، أما إذا كان لا يقدر على المشي فإنه يركب وله الأجر إن شاء الله كاملا. نعم. يقول أنه تصدق عن والديه، هل هذا تصل إلى والديه بنية والديه؟ نعم، إذا تقبلها الله يصل ثوابها إلى والديه، وهو يجر على بره بوالديه، لأن هذا من البر بهما. نعم. أبو مقرم من أبها، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سم تفضل. نسأل الله أن يوفق شيخنا ويسدد في القول والعمل. آمين. إياك آمين. بنات عم الوالد هل هن محارم للابن؟ وماذا عن الأبناء والبنات؟ هذا السؤال الأول. إيش الابن يا أخي؟ ابن الولد، يعني والدي له بنات عم، وهل هن محارم لي؟ يعني بالكشف عليهن أو كذا؟ لا، ليسنا محارم لك، أجنبيات منك. أجنبيات؟ نعم. وإن كنا كبار في السن؟ وإن كنا كبارا في السن أو صغارا، أجنبيات. حفظك الله. السؤال الثاني يا شيخ، قبل 10 سنوات أتينا للعمرة وكنا محرمين، لكن توقفنا قبل
الدخول للحرم، فكان الجو بارد وممطر، فللأسف لبسنا المخيط على الرأس، يعني وضعنا لباس على الرأس وإحنا محرمين، وأدينا العمرة بعد ذلك. من أجل المطر؟ من أجل شدة البرد، المطر خفيف لكن الجو كان بارد. نعم، لكم رخصة في تغطية رؤوسكم بالغطاء المدفي، ولكن عليكم فدية تخيرون فيها بين ذبح شاة في مكة أو إطعام 6 مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. نعم، الفدية لابد أن تكون في مكة. لا، ممكن الفدية اللي هي الذبح أو الإطعام، هذا يكون في مكة، أما الصيام فيكون في كل مكان، يجزي في كل مكان. جزاكم الله خير، حياك الله. شكرا يا ابو مقرن، بارك الله فيك. احسن الله اليكم فضيله الشيخ صالح، يعتقد بعض الناس ان التكاليف والاوامر في الاسلام تسقط عن كبار السن الذين قد فقدوا عقلهم او شيء من هذا، ما صحه ذلك؟ لا تسقط عنهم ما داموا في فكرهم وعقلهم، لا تسقط عنهم الواجبات، ولكن ياتون منها ما يستطيعون، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يستطيعونه فإنه يسقط عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: امرأة مرضت مرضا شديدا فنذرت إن شفيت أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فلما شفيت صامت، ولكن مرضت بعدها بعدة سنوات فلم تستطع أن تصوم، فهل يصوم أحد أبناؤها أو تطعم عن كل يوم؟ نعم، يلزمها الوفاء بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لكن ما دامت أصابها المرض ولم تستطع الصيام لعدة سنوات فإنها تكفر كفارة يمين، فإذا من الله عليها بالشفاء فإنها تصوم من كل شهر كما نذرت. نعم، معنا اتصال الأخ سليمان من حائل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندي سؤال فضيلة الشيخ. سم. نعم، طال عمرك، انا عندي مكتب تقصيد، نقصد سيارات وبطاقات. المكتب هذا دخلنا فيه في راس مال معين، راس المال هذا ثابت، واللي يجي من راس المال المكاسب نرجع نقصد فيها ثاني مره. اسال عن طريقه الزكاه وكيفيه الزكاه لهذا المال. احيانا نقول شهر رمضان يجينا نزكي فيه، يمكن ما عندنا سيوله، واحيانا في سيوله. انا ازكي المال كله ولا ازكي اللي موجود عندي اللي استلمت من العملاء؟يا أخي، يجب عليك الزكي المال كله، رأس المال والربح تجب فيه الزكاة، وإذا لم تستطع دفعها في الوقت الحاضر تبقى في ذمتك دينا، فإذا استطعت تدفعها بالتمام ولا تنقص منها شيئا، لأنها ركن من أركان الإسلام واجبة في ذمتك. نعم. طيب يا شيخ، أحيانا يعني ما يحل على الحول، بعض الأقساط مثلا قصد بشهر 8 والزكاة عندي برمضان ما حل عليها الحول. أنا قلت لك إذا أردت تعجلها ما في مانع، أما الوجوب ما يجب عليك إلا إذا تم عليها الحول. نعم، جزاك الله خير، حياك الله، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما هو التواضع المقصود في هذا؟ التواضع على ظاهره. نعم. لا يتكبر الإنسان، التواضع ضد التكبر، فالله جل وعلا يعوض من تواضع له بأن يرفعه سبحانه وتعالى، يرفع منزلته، يجعل له رفعة في المنزلة بسبب أنه تواضع لله، تواضع لله. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة هي الإسلام. نعم، وملك النصاب، وتمام الحول. نعم، منصور من مكة المكرمة، تفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي 3 أسئلة طال عمرك. سم. السؤال الأول: الأعمال في مكة المكرمة هل هي مضاعفة 100,000؟ طيب، والثاني؟ الثاني يوجد بعض الدعاة يحثون على الجهاد والخروج للجهاد بدون إذن ولاة الأمور، فهل هذا يعني ولي الأمر لا بد من الإذن؟
والثالث؟ السؤال الثالث بعض الدعاة يعني قصاص ويقوم محاضرات يكثر فيها الضحك والمزح وأسماء المحاضرات مثل الحب عذاب وما مثالها، فما حكم هذا؟ طيب شكرا يا منصور بارك الله فيكم. الأعمال في مكة المكرمة هل هي مضاعفة؟ الذي ورد فيه المضاعفة الصلاة، صلاة في مسجدي في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في مسجدي يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، فالتي تضاعف الصلاة. ولكن على كل حال المكان شرف المكان وشرف الزمان فيه زيادة أجر في الأعمال الباقية. نعم. يقول أن هناك بعض الدعاة يدعون إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر. هذا خطأ، لابد من إذن ولي الأمر ولي أمر المسلمين لأن هذا من صلاحياته، ولابد أيضا من إذن الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال للذي يريد الجهاد أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. لابد من إذن ولي الأمر ولابد من إذن الوالدين، هذا في الجهاد التطوع. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر، يقول بعض الدعاة أثناء محاضراتهم وأثناء دعواتهم وأثناء الملتقيات يدخلون في حديثهم بعض النكت وبعض الضحك، فما صحة ذلك وما حكمه؟ إذا غلب الضحك وغلب المضحكات هذا ينقلب من وعظ إلى مهزلة. هذا لا يجوز، هذا من العبث. الوعظ جد وتذكير تخويف بالله عز وجل، ما هو مجال للضحك. لكن لو عرض له تبسم في بعض الأمور أو ذكر بعض القصص التي فيها عجب وتبسم منها ما في مانع. نعم. عثمان من القصيم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سام تفضل. نحبك في الله يا شيخ، نسأل الله لنا ولك التوفيق في الدنيا والآخرة. آمين. جزاك الله خير. السؤال الأول يا شيخ، ما هو أرض الربا الذي ورد في الحديث أرض الربا أن يتكلم المرء في عرض أخيه، ما المقصود بعرض أخيه؟ طيب الغيبة يا أخي، الغيبة المراد بعرض أخيه أن يغتابه. نعم. السؤال الثاني، ما هو تفسير الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ يعني هذه ينطبق على المؤمن؟ معناها القصاص يا أخي، القصاص في النفس وفيما دون النفس، وأن لا يتجاوز في القصاص بل يكون بقدر الجريمة وبمثلها فقط. نعم. طيب يا شيخ، يعني الحين لو مثلا شخص سبني أو شتمني بكلمة هل ينطبق عليه الآية ولا لا؟ هذا تصبر عليه، ولكن لو رددت عليه بمثل ما قال لك ما في بأس. نعم. طيب يا شيخ، ما صحة القول حط بينك وبين النار مطوع؟ يعني لو أفتى شيخ طيب فتوى، شكرا لك. من جائر لي من النار؟ شكرا منصور. هذا من كلام العوام وهو كلام باطل، المطوع ما ينقذك من النار، فلا يجوز لك إذا عرفت أنه ما يحسن الفتوى أنك تسأله ولا ينقذك من النار. وكذلك إذا عرفت أنه ما عندك خوف من الله ولا تقوى وأنه يفتي بالهوى فلا يجوز لك أنك تسأله، إنما تسأل عند الحاجة من تثق بعلمه وبدينه. نعم. شكرا للأخ منصور، نتواصل معكم. هذا يسأل يقول بارك الله فيكم، كيف تخرج زكاة الرواتب الشهرية؟ هذه ما لها حل إلا أنه يجعل موعد في السنة مثل شهر رمضان ويخرج زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم إلى الموعد الثاني إلى رمضان الآخر. نعم. معنا اتصال أبو عمر من حفر الباطن. نعم أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نشهد الله على حبك يا شيخنا. حياكم الله. أبو عمر. شيخنا سؤالنا. تفضل. هل يجوز الغيبة والتحذير من بعض الدعاة بأنهم أصحاب هوى وأصحاب بدعة والإتيان ببعض مقاطع الفيديو عن العلماء ويقولون قال العالم فلان يحذر من الداعية فلان وغيره ويقولون بأنه صاحب بدعة وصاحب هوى، وهل يجوز نشر مثل هذه المقاطع والتشهير فيهم أم يجب مناصحتهم وإرشادهم بالتي هي أحسن؟ شكرا يا أبو عمر، تفضل. هذا الذي ذكرته في آخر كلامك هو الواجب، المناصحة وبيان بيان أخطائهم لهم لعلهم يتراجعون عنها
ونقل ما قيل فيهم من أجل أن يستدركوه، هذا من النصيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصحونه. وأما الكلام في الناس والتجريح الناس والغيبة، هذا لا يجوز غيبة الناس، ولا يترتب عليه مصلحة، بل يترتب عليه الإثارة وإلقاء البغضة بين الناس، ولا يترتب عليه مصلحة. فلا تشتغلوا بهذا، بالكلام في الناس ولا في الدعاة، وإن أخطأوا إن قدرتم تبينون لهم وتنصحونهم فهذا واجب، وإلا فاسكتوا عنهم واحفظوا ألسنتكم. نعم. محمد من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تفضل يا محمد. الله يحفظكم ويحفظ الشيخ. آمين. سم الشيخ الدكتور صالح. نعم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. سؤالين الله يحفظك. نعم. الأول: لا يستجاب والمعاصي داعية، هل هذا حديث صحيح ولا لا؟ السؤال الثاني، أعد سؤالك الأول. لا يستجاب والمعاصي داعية، هذا لا أفهمه ولا أعرفه. نعم. طيب السؤال الثاني، في أحد المشعوذين يعني يعمل أعمال يستهوي بها ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، لكن قدامي أنا ما يعمل الأشياء هذه، يقول هذا ابن حرام. طيب. ما أدري هل هذا ما يعملها لأنه. شكرا أبو عمر. شكرا. إذا تحققت من هذا المشعوذ وأنه مشعوذ حقيقة وأنه يلعب على الناس ويغير عقائدهم، فلا يسعك السكوت، لا بد أن تبلغ عنه، تبلغ عنه رجال الحسبة، مراكز الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن يحضروه ويأخذوا على يده، أو أن يرفعوا به إلى ولاة الأمور لتطبيق الحكم الشرعي في حقه. ولا يجوز تركه يعيث في الأرض فسادا ويفسد الناس، يفسد عقائد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، هل النصيحة شروط معينة في الناصح؟ النصيحة، نعم، هي مأخوذة من النصح وهو ضد الغش. النصيحة هي الخلوص من الغش، تنصح لأخيك بما ترى عليه من النقص ليتداركه، هذه هي النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج حفظكم الله، هذا يسأل يقول: ما هي فضائل التفقه في الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أعظم الفضائل أن الله أراد بك الخير ووفقك للتفقه في دينه. نعم. إبراهيم من الطائف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. قال عمرك: أنا عندي ابن توفي صغير في حادث سيارة. نعم. فكنت أبغى أعرف الدية حقته على مين ومين تتقسم، في عنده أخوان وأخوات. والله يا أخي هذا عند المحكمة الشرعية، تراجع المحكمة الشرعية في هذه القضية وهي تتولى النظر فيها. نعم. شكرا لك. حياك الله، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة للذهب الذي معد للنساء للاستعمال، هل عليه زكاة؟ جمهور أهل العلم أنه ليس عليه زكاة، خصوصا إذا كانت المرأة فقيرة ولا تملك إلا هذا الحلي لتتزين به، فإيجاب الزكاة عليها إحراج لها، فليس فيه زكاة ما دام أنه للاستعمال. أما لو اتخذته للثروة أو للتجارة فإنه فيه الزكاة على الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هذه العقار المعد للإيجار، هل عليه زكاة؟ الزكاة في أجرته. نعم. إلا إذا نواه للبيع، إذا نواه للبيع فإنه وحال عليه الحول وهو ينويه للبيع فإنه يثمنه بما يساوي ويخرج زكاته، أما إذا نواه للإيجار فقط فإن الزكاة تجب في الأجرة. نعم. معنا اتصال أبو أحمد من المدينة. نعم. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عبد الله عندي سؤال، لو تكرمت بالنسبه للمصيد الكهربائيه حقت الحشرات، يجوز على المكنه ولا ما يجوز؟ طيب شكرا يا ابو احمد. نعم انت تسال الشيخ عبد الله، من عبد الله؟ كلنا عبيد لله. يسال عن صاعقه الحشرات هذه. المؤذي إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل فإنه يقتل بأي وسيلة. نعم بعض العلماء يقول إن الصاعق هذا نار ولا يعذب بالنار، لكن إذا لم يستطع دفع أذاه إلا بها فلا مانع إن شاء الله. نعم نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم، ما حكم إيراد القصص وإن كانت وهمية أثناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى للشباب وغيرهم؟ لا يجوز الكذب وإرادة القصص الكذب في الدعوة، هذا أشد، ما يجوز هذا. الحمد لله الدعوة غنية بالنصوص الصحيحة عن الله وعن رسوله والوقائع الثابتة، ولا حاجة إلى الكذب. نعم. الطفل إذا توفي وهو في الأربعين هل يقام له عزاء وماذا عليه؟ لا يقام عزاء لا للطفل ولا للكبير، هذا من المبتدعات، أنه يقام عزاء ويحدد أيام ويتفرغ فيها وتذبح فيها الذبائح، هذا كله من الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما التعزية فهي أيسر من هذا، الدعاء التعزية هي الدعاء، تدعو للميت وتدعو للمصاب، فتقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك، وأحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، تقوله له شفاها أو في المكتب أو في المسجد أو في أي مكان أو في التلفون مشافهة أو مكالمة، ولا حاجة إلى هذه الإجراءات الصعبة. نعم. محمد من الطائف تفضل بالسؤال. نعم طبعا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله. الله يرضى عليك يا شيخ، عندي سؤالين طال عمرك. نعم. والدتي توفيت رحمه الله قبل شهرين، وكانت لها أرض، والأرض هذه بعد ما توفيت عدناها للبيع، كيف نزكيها يا شيخ؟ الأرض للورثة بعد وفاتها للورثة، كل يزكي نصيبه إذا بلغ النصاب يزكيه. نعم. يعني كل يزكي نصيبه. اي نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، صلاة الظهر يا شيخ، صلاة الظهر طال عمرك، احنا عندنا في الطائف طال عمرك، يعني صلاة الظهر يؤذن المؤذن بعد ما تزول الشمس من كبد السماء، ذا الحين ولا اطلب منك يا شيخ انك تناظر في الصبح وتشوف الاظلال، يعني يؤذن المؤذن قبل حتى الشمس يجي كبد السماء، ما بعد حتى ما الظل، احنا كنا نعرف الشمس بالظل، يعني ما كنا نعرفها يعني في التقويم هذا، فأنا أبغاك يا شيخ بكرة يعني تناظر في سؤالي هذا. طيب يا أخي لا تشكك الناس في صلاتهم، يا المؤذنون إذا أذنوا على التوقيت فإن هذا يكفي والحمد لله، ولا يكون عندك شك في هذا، وصل مع المسلمين والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول السائل فيه، توضيح الحديث الذي يقول الذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد، نرجو أيضا تكملة الحديث. نعم سواء بسواء. هذا نعم. الحديث يحرم الربا في هذه الستة الأصناف، لا يزيد بعضها على بعض، إذا كانت مثلا بمثل، إذا كانت يعني بيع جنس بجنسه، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، يعني نقد بنقد، هذا لا يجوز أن يزيد أحدهما على الآخر، بل لابد من التساوي، فإن زاد فهو ربا. وأما إذا اختلف الجنس فإنه تجوز الزيادة لكن يحرم التأجيل، لابد من القبض في المجلس. فالربا على نوعين، ربا فضل وهذا يحرم فيه الزيادة ويحرم فيه التأجيل، وربا نسيئة هذا إذا اختلف الجنس فإنه يجوز التأجيل لكن لا بد من التقابض في المجلس يدا بيد. نعم
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزملاء من هنا ومن أيضا استوديو التلفزيون في القصيم، وكذلك من المخرج أحمد السويدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.